لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. لثباتنا على ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده والبراءة من أعدائهم، رحم الله من أعادها ثانية. ولقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا واستجابة دعواتنا وغفران ذنوبنا وتوفيقنا لزيارة مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله من أعادها ثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبى، لا سيما خاتم أنوارهم والطالب بثارهم، الحجة ابن الحسن المهدي، أرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين نور عيني، يا حسين سيدي روحي وأرواح شيعتك لك الفدا، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، السلام على المكسور ضلعها، السلام على الملطوم خدها، السلام على المحمرة عينها، السلام على المسود متنها، السلام على المسقط جنينها، السلام على المعفى قبرها،
السلام على المجهول قدرها، أصبران أصبران أصبران، والهدى يرجوك ثارا، وكسر الظل يلتمس جبارا، متى تستل للثارات سيفايا وتثلج خافقا ذاب انتظارا. يا صاحب الزمان سيدي، متى سنزور للزهراء قبرا ونحيي عندها الذكرى جهارا؟ ترى الشعراء بين يديك تنعى، جنينان أضلعان متنان ونارا، فتنحب باكيا حزنا لأم عليها الدهر بالأرجى بالأرزاء جار، فتنحب يا ابن الحسن، فتنحب باكيا حزنا لأم عليها الدهر بالأرزاء جار، فما كاد النبي يغيب حتى أزاحوا عن نفاقهم الستارا، وأضرم حقدهم نارا بدار لأملاك السماء كانت مزارا. ومن يرضى رضاها الله ردوا أضالعها. سيدي روينا عن رسول الله أن فاطمة يرضى الله لرضاه، ومن يرضى رضاها الله ردوا أضالعها ولم يرعوا ذمارا، وأشجى ما يثير الحزن وأشجى ما يثير الحزن عين بلطمة خدها شكت احمرارا، وأيم الله وحق الله لولا كان موسى لما دخلوا على الكرار دارا، ولا نظروا من الزهراء ظلا، ولا مسوا لنا عليها غبارا غبارا، ولكن حكمة القهار عقل الصبر حارا، بلاء فيه عقل الصبر حارا. يا أيها الموعود جود بالموعد، اليوم يومك يا ابن الحسن، واثار لجدتك الشهيدة سيدي ظلما قبر محمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟
جاءت تبث إلى أبيها حزنها، ضلعا جنينا لست أنسى متنها، أنت فحار بشجوها أهل النهى، صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرنا ليالي، صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام عدنا ليالي، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، لتعجيل فرجي ما من صاحب العصر والزمان، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. من المسائل العقلائية والتي يذم العقل تاركها ويذم العقلاء تاركها هي مسألة تقديم اليقين على الشك، ولا ينقض يقين بشك أبدا. عندما تقول أنا على يقين من مسألة، لا يمكن أن تسمح لشك بأن يحل محله، ولو فعلت أنا ذلك لما كنت عاقلا. فلا ينقض العاقل اليقين بالشك أبدا أبدا أبدا، مستحيل. أنت على يقين من أن هذه لونها أبيض، لو اجتمعت الدنيا لتقول لي شيء آخر لن أسمعه، ولو جاء، شفت، لو جاء من المعصوم سأقبل به تسليما وسأؤوله ما دمت على يقين، وسيتعبدنا الله تعالى بيقيننا. فما أنت عليه من يقين لا ينبغي أن تأذن لشك أن يصل إليه أبدا، أو إذا وصل إليه روح راجع يقينك، معناه هناك مشكلة في هذا اليقين. مع كون هذه المسألة من البديهيات عند العقلاء، أنت على يقين أنك هسه قاعد، لو جاء أهم بروفيسور في العالم ليقنعك بأنك نائم، قل يا أخي أنا صاحي، صحيح، أنا على يقين من كوني مستيقظا، فلا يمكن أن تقنعني بخلافه إلا أن تشكك في يقيني. يعني تقول لي مثلا أنت ليش على يقين من أن المسألة الفلانية كذا وكذا، أقول لأنني رأيت سمعت كذا، فتشكك لي في مقدمات يقيني، في طريق يقيني، بحيث سترفع اليقين عني. هذا شيء آخر. لنفترض الآن واحد على يقين من أن يزيد كان رجلا مؤمنا، شخص تقول له أنت ليش على يقين شايف يزيد رجل مؤمن، يقول لك أنا تعلمت عند فلان وفلان وفلان، وهؤلاء كلهم ثقات وهم أخبروني بذلك. عندها ماذا تفعل؟ ستعمل على معالجة طريق يقينه. ما هو طريقك؟ هؤلاء تعال شوف هذول اللي أنت تقول عنهم ثقات، فلان قال كذا، فلان سوى كذا، فلان كذا، فإذا هدمت له الطريق سينهدم اليقين. وأما ما دام اليقين موجودا فلا طريق للشك، ومع ذلك يكون اليقين موجودا وتجد بعض الناس يقعون في الشك، يتسلل الشك إليهم. أنت على يقين من أن السجود على تربة الحسين عليه السلام جائز بل مستحب، هذا يقين عندك كشيعي. يجيك واحد وهابي،
شلون تعبدون الحجر وهذه عبادة حجر وكذا. تشوف بعض الناس شيخنا مو الأفضل لو ما سجدنا على الحجر؟ معناها ماذا؟ تأثر بالشك. فأنت ستقول له واحدة من اثنين، إما أنك لم تكن على يقين ولذلك تسلل الشك إليك، أو أنك غفلت عن يقينك فتسلل الشك إليك. مرات أنا على يقين ولكن أغفل عن اليقين. شلون أغفل؟ قوة الإعلام، الدعاية الإعلامية تكون قوية بحيث تنسيني، تجعلني في غفلة عن يقيني فأقع ضحية لهذه الدعاية لهذا الترويج، وإذا مر عليها الزمن شوي خلاص أصبح ضحيتها وفريستها. زين أنا شلون أحصن نفسي ألا أكون من هؤلاء؟ لأننا في هذا الزمن لن تصدق أو قد تصدق إذا قلت لك بأن أعدى أعدائنا اليوم هو الإعلام المزيف. الإعلام المزيف مو طبيعي، يأتيك من كل جانب ومن كل جهة وبكل صورة، وقد يكون على رأسه أمام بيضاء أو سوداء ويكون إعلاما مزيفا. بالنهاية العصمة لمن؟ لمحمد وآل محمد. فأحتاج أن أحصن نفسي، أنا على يقين من كون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقين. أصلا ما أكون شيعي إذا ما اعتقدت بذلك. أصل التشيع وعمدة التشيع في أن تعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله، بأن وصي رسول الله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا أمر يقيني في مذهبنا في عقيدتنا بل في الدين. لو تأمل المسلم، فأنت على يقين، يجيك واحد يقول لك شلون أنتوا تقولوا أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله، وأكو رواية تقول أن عليا في زمن النبي ذهب ليتزوج امرأة ليخطب امرأة وهي بنت أبي جهل، في حين أن زوجته كانت فاطمة، فبكت فاطمة وجاءت إلى رسول الله. طبعا هذه الرواية كذب، حتى لو واحد يسمعها وهم يشك، يعني الرواية هذه كذب وضعتها الماكينة الأموية، وما أكثر الأكاذيب التي وضعوها على الله وعلى رسول الله وعلى أمير المؤمنين وهلم جرا. شو تقول هذه قصتهم أسطورتهم؟ تقول أن عليا ذهب ليخطب بنت أبي جهل، فحزنت فاطمة وتأذت وبكت وشكت إلى رسول الله، فقال رسول الله فاطمة وضعتم مني من أذاها فقد أذاني. ما يمنع، حتى لو جبت لي هذه الرواية مو بكتاب من كتبنا، أي كتاب، لو جبتها في كتاب الكافي. نحن الشيعة فليكسبل، مرنون، ما عدنا هذا الكتاب خلاص يلا قال كذا لازم نعتقد به شلون ما كان، حتى لو تصادم مع القرآن مع العقل سنقبل به. لا، نحن حتى في القرآن الكريم جاءتنا آية تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلنا الله لا يرى فرفعنا اليد عن ظاهر الآية وأولناها، لأن العقل يقول مستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى. ما عدنا خلاص، إيه يلا ما دام ناظرة يلا الله صار ينشاف كما قال بعض المسلمين، ولتصنع على عيني. ذهب بعض قالوا الله يقول عيني، فإذا أثبتوا لله عينا، نحن قلنا مستحيل أن يكون له عين. عين يعني مركب، يعني جسم، يعني صار محدود، يعني صار حادث، يعني صار مصنوع، يعني مخلوق، ويتنزه الله عن ذلك، مستحيل عقلا. فما صادم العقل أو الثابت قطعا من النقل نؤوله، نرفع اليد عن ظاهره ونؤوله. جبت لي رواية تقول أن عليا آذى فاطمة، أنت متصور علي بن أبي طالب مثل جماعتك؟ عفوا، يعني حتى قبل الإسلام علي ما سجد لصنم،
وإن كان جماعتك عفروا وجوههم، عفروا جباههم بالسجود للأصنام. لا 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 تقيس علي بن أبي طالب على جماعتك. لذلك هذه الرواية ما تعبر عندنا. لا أمير المؤمنين ذهب ليخطب بنت أبي جهل، ولا فاطمة عليها السلام تتأذى من إمامها ومولاها وسيدها الذي يتعبدها الله تعالى بطاعته، ولا النبي يضع من شأن أمير المؤمنين عليه السلام. فالنبي يقول: علي لحمه لحمي ودمه دمي، من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أغضب عليا فقد أغضبني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى عليا فقد عصاني. والرواية في كتاب مسلم، وإن كنت لا أستدل بكتبهم، ولكن من باب الفضل ما شهد به مسلم والبخاري، الرواية في كتاب مسلم موجودة. فمثل هذه الرواية حتى لو ما كنت أعرف جوابها، مو وصلتني؟ أنا على يقين من أن علي بن أبي طالب معصوم، والمعصوم مستحيل أن يصدر منه أذية لفاطمة. مو جيب لي رواية، جيب لي كتاب فيه ألف رواية أقول لك الله يعطيك العافية، روح شوف واحد غيري. عندي قطع ويقين بأن علي معصوم. جيب لي رواية ظاهرها بأن علي أخطأ، بأن علي عصى، بأن علي فعل ما يغضب الله تعالى، مثل عقيدتي بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. مو رواية، لو جاءت آية، وقد جاءت آية في القرآن: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ايش سووا الشيعة؟ قالوا مستحيل، هذه لا تحمل على ظاهرها. ما يصير النبي ليس عنده شيء من الذنوب لا سابقا ولا ستأتي لاحقا، فعندما يقول الله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا يقصد الذنب مع الله تعالى، وإنما ما يراه المشركون ذنبا، والغفران هو الستر والتغطية. فقول الله ليغفر لك ما تقدم أي سيستر عنك المشركين، وما يرونه ذنبا فيك لن يروه بعد اليوم. أنا سأستر عليك، أنا سأمنعهم، أنا سأحجبهم عنك وأحجبك عنهم. شلون موسى قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون؟ لهم علي، هم شايفيني مذنب، والمشركون يرون رسول الله مذنبا لأنه استهزأ بآلهتهم وكسر أصنامهم. الله يقول له هذه اللي هم شايفينها هم جرائم أنت مسويها، هذه عندي لا تحمل همها. ويجي غيرنا المسلمين يقول لك إيه النبي عنده ذنوب، ليش؟ لأن الله يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا أخي يقين عندك بأن النبي معصوم؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يقول لك إيه بس آية تقول يا أخي، وهذه آية، هذه آية، هذه شنو هذه؟ ما هو إلا وحي يوحى؟ شنو مو آية؟ وهذه تحتمل أن يكون المراد بها الذنب المعصية لله، وتحتمل أن يكون بها المراد الذنب عند المشركين. بنت تتكلم عن احتمال بعد ما تستطيع أن تعارض بها القرآن. فهذا نص ما ينطق عن الهوى، وحي يوحى نص، ونص إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما دام عندك يقين إياك أن تسمح للشك. قلنا متى يتسلل الشك إلي؟ إما أن تكون قواعد اليقين غير ثابتة، والله ما أخذها أنا على الفطرة من فلان من علان وصارت عندي يقين، ما ملتفت إلى أن قواعد هذا اليقين غير قوية غير راسخة، فتأتي شبهة كالماء وتمشي تحت هذا اليقين فيهوى اليقين. هذه حالة. وأكو حالة ثانية، قواعد يقيني قوية، بس اللي صار غفلت عن يقيني بسبب قوة الشبهة، بسبب التجييش الإعلامي للشبهة. زين، كيف أحصن نفسي؟ بأمرين. الأول أيها الأحبة، اليوم مثل ما أنت تفتح التليفون وتقعد نص ساعة وساعة على التيك توك وعلى غيره، ما أقول لك حلال وحرام، بالنهاية الحلال معروف ما هو والحرام معروف ما هو، فإن كنت تشاهد ما حرمه الله فهو حرام،
وأنت كنت تشاهد ما أحله الله فهو حلال. يبقى الكلام مسألة كثرة يعني قتل الوقت وغيرها، هذه مسائل قد تدخل في الشرعيات في الأحكام الشرعية وقد تدخل في الأخلاقيات، مو شغلي الآن. لكن مثل ما تقعد على التليفون نص ساعة ساعة اللي هي وتشاهد مقاطع التيك توك أو الريلز على الانستا أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك، هذه مقاطع الفيديو اللي اخترعوها لا لخير، هذا الأسلوب اخترعوه أقل ما فيه أنه يأكل وقتك أكلا، يأكل الوقت. أنت قاعد شفت أول فيديو برأس إصبعك، هي بعد شنو تاتش لمس، الفيديو الثاني ويصير من واحد لواحد كأنها عملية مص امتصاص للوقت، بحيث أنت تتعب فتشيل التليفون من يدك أو يحتاج شاحن التليفون فتقوم تشيله، تلتفت ساعتين راحا. على كل حال بغض النظر عن هذه، بدنا ما أريد أدخل الآن بتحليل عالم السوشيال ميديا، لكن مثل ما أقعد ساعة أو أكثر على التليفون خلي أقعد 10 دقائق لكي أعالج مسألة من اعتقاداتي من معرفتي بالله ورسوله وأهل البيت. شي يصير بعد سنة، بعد سنة تصير مثلك مثل الرجل الخارق بعقيدتك، من اللي يدنى لك وانت محصن تحصينا بالأدلة والبراهين بسبب شنو؟ لأنك عملت على تثقيف نفسك، طرقت الأبواب، رحت فتشت، ما بقيت جالسا وتنتظر الشبهة أن تأتي إليك وتقول يلا الله هو ليلطف والله هو ليرد. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، ما قال أنا سأنصركم كيفما كان، لا، الله ما يحب الواحد هم الكسول التنبل، يحب إحنا هم نسوي حركة نقوم بشيء بخطوة. الخطوة الأولى ابدأ بها، إن تنصروا الله يعني قم بالخطوة الأولى، الله هو الذي سيتكفل بكل شيء وهو نعم الوكيل. فالمسألة الأولى لنعمل على تثقيف أنفسنا وتحصينها، نروح أكو دورات أكو دروس أكو محاضرات كتب فيديوهات أصوات، المائدة يعني ممدودة وطويلة وكثيرة الأنواع، نستطيع أن ننتقي ما نشاء. والمسألة الثانية هي اختيار المنهل الصحيح، كما قلنا بالأمس مو أخذ معلومتي ومعرفتي منين ما كان، أطرق الأبواب التي دلني إليها الله أهل البيت، الأبواب أبواب أهل العلم الموثوقين، مو أي أهل علم، لأننا بتنا في زمن لا تغتر بعمامة ولا تغتر بثوب بزي ديني، يستطيع أي إنسان أن يشتري زي ديني وأن يخلي عمامة على رأسه، وإن كانت العمامة لها قداستها ولها شرفها، ولكن لا يعني ما عندي أنه كل من لبس العمامة صار محصنا وصار لا يخطئ وصار من أهل العدالة وصار من أهل الجلالة، لا، عقيدته دينه أخلاقه هي من تثبت أنه لائق بهذه العمامة أم غير لائق بها. ولذلك قيل لأحد العلماء إن معمما سرق فقال لا تقل ذلك وقل إن سارقا لبس عمامة. فيحتاج أن ننتقي المنهل العاد. بالأمس ذكرنا 4 أسئلة وأجبنا عنها، سأعيدها ملخصا وأتمها بسؤال خامس ويكتمل مطلبنا. السؤال الأول من أبرز وأشهر الأسئلة التي تطرح حول قضية الزهراء عليه السلام، السؤال الأول من نقل هذا الخبر؟ من قال؟ من أين لكم هذا؟ من أين جئتم بقضية هجوم القوم على دار الزهراء عليه السلام؟ وقلنا هذا سؤال مشروع، سؤال في محله، والجواب روايات كثيرة في كتب الفارقين من شيعة وسنة، روايات كثيرة
اجتمعت على أن القوم هجموا على دار علي عليه السلام وجاءوا ومعهم الحطب والنار وهددوا بإحراق الدار، هذه الطائفة الأولى. طائفة ثانية أخبرتنا بأنهم كشفوا دار علي عليه السلام، ومعنى كشف الدار يعني دخولها عنوة. روايات أخرى أخبرتنا عن أن الزهراء عليها السلام تظلمت وشكت كما في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: أنشدكم الله أما سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني، من آذاه فقد آذياني فقد آذاني؟ قالا نعم، قالت اللهم فاشهد أنهما قد آذياني. وروايات، طوائف روايات إذا جمعتها ستقطع وتكون على يقين بأن القوم هجموا على دار علي عليه السلام. ومضافا لهذه الروايات يوجد عندنا شواهد وقرائن كثيرة، مثل كما قلنا بالأمس خفاء قبر فاطمة. لماذا أخفي قبرها؟ وين أكو امرأة بكل تلك الجلالة وابنة الجليل الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله، ليش تطلب أن يخفى قبرها؟ خير، ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها حتى يأتي كل مسلم من بعدها ويقول زرنا المدينة ولم نرى قبر فاطمة؟ وين قبر فاطمة؟ ليش وين ماتت فاطمة؟ ليش ما إلها قبر فاطمة؟ حتى يقال لقد ماتت فاطمة وقد أوصت بأن لا يعرف قبرها. ليش؟ عندها سيفتح السجل. هذا الذي أرادته الزهراء عليه السلام ظاهرا، فهذا قرينة وشاهد على ظلمتها. كانت تقف عند قبر النبي أو تجلس عنده وتأخذ من تراب القبر تشمه. شوفوا حركات أهل البيت، مو حركات مثل نسواننا ومثل حياتنا. المسألة مو مسألة مجرد نواح وحزن أبدا، أفعالهم حركاتهم مدروسة. جبرائيل يهتدي بآثارهم. الزهراء تجلس عند قبر أبيها تقبض على تراب القبر بيدها ثم ترفع ترابه وتشمه ودموعها تجري على خديها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. يعني المفروض بمن يشم ترابك أبي يا رسول الله ألا يشم أبدا أي حزن أي ألم، ومع هذا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا أو صرنا على القراءتين ليالي. يعني النهار يتحول إلى ليل، شنو هالمصائب التي تحول نهار فاطمة إلى ليل؟ مو يقول واحد صارت عليه مصيبة سودت عيشتي، شنو هالمصائب هذه؟ أيضا هذه من القرائن، من القرائن نفس قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. بربكم أنتم إن شاء الله كلكم عقلاء، لوالي علي بن أبي طالب عليه السلام هو من أشرف العقلاء. سل نفسك وتساءل معي، لو كنا الآن في محضر النبي، لو نحن من صحابة النبي جيران النبي قاعدين وياه في المسجد، فدخل النبي علينا سلم علينا ثم قال شوفوا يا جماعة لآذي فاطمة منكم فقد آذاني، مفترض كلنا نقول ليش يا رسول الله تقولها كلام؟ ومن يجرؤ على أذية فاطمة؟ المتكلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما الذي كنت تريد أن تقوله يا رسول الله وأنت تخاطب صحابتك قائلا من آذاها فقد آذاني؟ ليش راح يسوون يا محمد؟ لولا علم رسول الله بأنهم سيفعلون شيئا ليش يقولهم من آذاها فقد آذاني؟ هسا أنت ممكن تدخل على أولادك وتقول لهم أنا طالع للشغل، ترى اللي يضرب أمكم يأذيني، وما تقولهم هالشيء. ليش؟ لأنك لا تتوقع منهم هذا الفعل. متى تقول مثل هذه الكلمة؟ عندما تكون متوقعا لصدور الفعل منهم. والنبي ما عنده توقع، رسول الله ماكو، إما راح يصير أو ما راح يصير. فهذا يكون من القرائن على وقوع الظلام على فاطمة، والقرائن كثيرة. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الأول كان ما دليلكم على حصولها؟
روايات عند الفريقين كثيرة، طوائف متعددة مع قرائن كلها تجتمع لتدلك على أن هناك ظلامة وأذية وتعنيف وقع على فاطمة عليه السلام بعد رحيل أبيها. يأتي السؤال الثاني من بعده، يصير يعني هذا اللي تقولونه مع وجود عشرات آلاف المسلمين وما سمعنا أحدا منهم اعترض؟ شلون تريد تقنعني أنها حصلت هذه الظلامة والمسلمون ساكتون؟ أقول لك مثل ما حصل غصب الخلافة والمسلمون ساكتون بكل بساطة. 120,000 مسلم قالوا لعلي عليه السلام بخن بخن لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. والله تحس مرات كأنه صار في سلب للعقل سلب للذاكرة، ما أدري شو صار بهم المسلمون. بالأمس بايعتم عليا وبخبختم له وبمحضر رسول الله وبأمر من الوحي، مات النبي تركوا عليا. وكان يناشدهم ويقول يا جماعة أنشدكم الله، أما سمعتم رسول الله يقول كت وكت؟ قالوا لا ما سمعنا. فلينفي واقعة الغدير الطبيعي سيسكت عن هجوم الدار. المسألة سهلة وهناك أجوبة أخرى لكن أكتفي بهذا. السؤال الثالث، يا أخي سلمنا المسلمون يسكتون، علي بن أبي طالب شلون يسكت؟ البعض عندنا للأسف ما إحنا مرات العواطف تخلينا نجاوب أجوبة مو بمحلها ولعلها تضعف الحق. البعض من تقلهم شلون الإمام علي سكت، يقول لك ما كان موجود في الدار كان طالع. يا أخي ما هو لو طالع برات الدار كان روحوا له في المكان اللي هو فيه. هم يريدون يكسرون شوكة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا واحد. اثنين، الروايات كلها اللي ذكرت المأساة ذكرت أن عليا كان في الدار، فليش تريد تشيله من الدار بس حتى تقول أنه والله ما كان موجود، وإلا لو كان لا فعل كيت وكيت، كان في الدار. جيب لي رواية واحدة أنا سأقبلها منك، لا يوجد. زين، جواب ثاني يقول لك صح كان في الدار بس كان في آخر الدار، يحسسك بأن الدار هو عبارة عن سراي ضخم حوالي 10 يمكن كيلومتر في آخر الدار. إلى أن وصل إلى الباب كان القوم قد أحرقوا الباب ودفعوا. شنو هالكلامات؟ شنو هو كل بيته حجرتين، وشلون في آخر الدار يعني؟ ليش تحاول أن تبين بأن عليا هناك شيء منعه، وإلا هو كان يريد يدافع وما أدري شلون مانع خارجي صار فعوقه؟ لا زين، أنت شو تقول؟ كان علي في الدار، نعم سكت وما قام ودافع. ليش؟ لأن عليا عبد لله تعالى. قلنا بالأمس الله أوصاه شي يسوي علي بن أبي طالب، الله أوصاه والوصايا متكررة ومتعددة على لسان جبرائيل إلى النبي إلى علي، وموجودة في مصادرنا وعلى رأسها في كتاب الكافي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالسند المتصل عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلة نزل بها جبرائيل وأمناء الملائكة، كتابا مسجلا يعني مخطوط مكتوب لعظمة الوصية. ومن نزل بها جبرائيل مع أمناء الملائكة يعني الرتبة الأعلى في الملائكة. يا محمد أخرج من في الدار، استبقي عليا، يطلع الكل من الدار، ما نريد أحد يبقى في الدار. طلعوا خلي علي بن أبي طالب بقي أمير المؤمنين. ثم فضل وصية وراح يقرأها على مسامع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال يا محمد عرفه أنه سينتهك الحرمة من بعدك، سينتهك الحرمة من بعدك، وهي حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وآله. يعني فاطمة، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سمع الكلمة فسعقت حتى سقطت على وجهي وقلت رضيت صابرا محتسبا. روايات بأن عليا كان موصى، أضف إلى الروايات ما جرأ القوم
أن يهجموا، ما جرأ القوم أن يهجموا على دار أمير المؤمنين إلا الوصية، وإلا منين تجيهم الشجاعة؟ والله هم أجبن من أن يمروا بشارع علي عليه السلام، فضلا عن أن يقفوا على باب داره ويهددوه. أضف إلى هذا في مسألة الوصية، ولولا الوصية ما دنوا للباب، فما جرأهم أن يدخلوا إلى دار علي عليه السلام إلا أن هناك وصية قيدته. أضف إليه الخلافة، مو علي بن أبي طالب بالدليل القطعي عندنا وبالروايات المتواترة هو كان مولى المؤمنين والمؤمنات، نصبه النبي خليفة بعده بيوم الغدير. زين، جلس مكانه فلان، ليش ما شال السيف وشاله مع المنبر اللي هو قاعد عليه؟ يقدر لو ما يقدر، والله ما كان أبقى منهم أحدا. ابن أبي حد أبي الحديد عندما أراد أن يشير إلى شجاعة أمير المؤمنين، وابن أبي الحديد من علماء القرن السادس السابع الهجري من علماء المسلمين السنة، يقول قد قلت للبرق الذي شق الدجى إلى أن قال يا أيها البرق إن جئت الغري فقل له أتراك تدري من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع الضارب الهام المقنع في الوغى ومبدد الأحزاب حيث تجمع، يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، يا من له رد الذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع، لي فيك معتقد سأكشف سره فليصغي أرباب النهى وليسمع، والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. فمن يجرؤ أن يأخذ منه الخلاف؟ من يجرؤ أن يجلس مكانه لولا أنه موسى؟ منو؟ والله لو قايل لي عمرو بن عبد ود أقول لك فيها، لأنه يرى في نفسه بألف بطل، بس فشل. ما يقدر الواحد يحكي، رح يجي يوم ونحكي إن شاء الله، بس مو هس. الله يعجل فرج صاحب الزمان سلام الله عليه، هو الذي سيخبر العالم كل العالم. مثل من جاوب هناك بأن الذي أسكت عليا عن المطالبة بالخلافة بالسيف وكان يستطيع أن يفعل ذلك هو نفسه أسكته يوم الهجوم على الدار، الوصية. فشواهد الوصية كثيرة. السؤال الرابع كان وهو الأخير، يصير الله يوصي علي بمثل هذه الوصية ويقول له تضرب زوجتك وتسكت؟ قلنا يصير مثل ما الله أوصى إبراهيم أن يذبح ولده، مو بس أن يضرب ولده ويسكت، أن يذبح ولده إسماعيل، وفعل إبراهيم، ولكن الله شاء أن لا يذبح وفداه بذبح عظيم. مثل ما عقلك الشريف يتقبل بأن إبراهيم يوصى بذبح ولده، فليتقبل بأن عليا يوصى بالصبر على فاطمة.
والسؤال اللي أضيفه الآن، وإن أطلت عليكم شوي يعني الوقت دهمنا اليوم، لأنه الطريق كان جدا ازدحام بسبب مواكب الله يزيدها ويديمها، يعني يحتاج الواحد يطلع قبل ساعة ونص حتى يوصل للمجلس بوقت مناسب، فآسف لهذه الإطالة. السؤال الخامس اللي راح نضيفه الآن وسأختصره جيدا وغدا إن شاء الله نفصل الكلام فيه، هو لماذا، وهذا من أهم الأسئلة، لماذا قامت فاطمة؟ علي موسى سلمنا، فاطمة لم تكن موسى، لماذا قامت فاطمة؟ قامت فاطمة لأنه لم يكن هناك جيش لله تعالى في ذلك اليوم لنصرة الدين والحماية لهذا الدين إلا فاطمة. فاطمة كانت جيش الله تعالى، دين عمل عليه 124 ألف نبي مع أوصيائهم، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام يشتغلوا عليه كلهم إلى زمن رسول الله. الله يقول له خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذا الدين هناك فرقة من المنافقين كانت تعمل ليل ونهار بدعم من اليهود وأمثالهم لكي يحفروا تحت هذا الدين ليهدموا صرحه فوقه. الله أوصى علي ماذا؟ أن يصبر ويسكت. طيب إذا علي صبر وسكت وهو الحامل الأول للدين، شو يصير بالدين؟ والجماعة مرتبين أمورهم ودبروا أمرهم بليل، ينتظرون موت النبي لينقضوا على الدين ويخنقوه في مهده، بداية الإسلام، اكتمال الإسلام في بدايته. فكان لابد من جيش يحركه الله تعالى يزحف إلى دار علي لينصر دين الله تعالى ويحفظه، ولا يمكن لهذا الجيش أن يفعل ما فعله لولا سكوت علي. يعني المسألة مركبة، الله قال لعلي اسكت، قامت فاطمة، لولا سكوت علي فاطمة لن تقوم، ما تقدر تقوم، وعلي إذا أراد أن يقوم بدون قيامة فاطمة سيكون خلافا لوصية الله تعالى وسيهدم الدين. فالله سبحانه وتعالى الذي أوصى عليا بأن يصبر ويسكت، يعرف الله جيدا من خلقه ومن هي فاطمة. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. عارف من هي فاطمة الله، مو كوترة الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، راقب، مو فاطمة ترضى لرضا الله وتغضب لغضبه، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، لأنها ستقوم لحفظ دين الله تعالى، كل دين الله ستحفظه فاطمة، وغدا التفصيل. وحفظت الدين، بس شلون حفظت الدين؟ ضلوعي هشمت حفظا لقلب الهدى ليظل خفاقا بأمني، وداري أحرقت دار إليها أبي يأبى الدخول بغير إذني، أنا كسرت أوثانا بكسري، نعم وهزمت جيشهم بحزني، ولم آذن لهم من بعد موتي بحمل جنازتي وحضور دفني، ليعلم أن صاحبها علي وأن القوم أصحاب التجني، أنا الزهراء فاطمة وحسبي، نصرت المرتضى ورضاه عني، نصرت عليا، نصرت محمدا، نصرت الله تعالى، حفظت دين الله تعالى فاطمة، ولكنها قدمت كل شيء، قدمت ما جعل عليا عليه السلام وهو يغسل فاطمة. أمير المؤمنين من الامتحانات بعقيدتي، أنا أتكلم الآن عن عقيدتي، من الامتحانات التي امتحنه الله بها أن أوصته فاطمة بأن يغسلها. والله كل ما أتصور المسألة ما تتصور، كافيه اللي فيه، كافيه علي بن أبي طالب، وبلا شك سيفعل ما تحبه فاطمة وسيحب ما يفعله لأن فاطمة تحبه. بس ليش يا سيدتي؟ شلون الحبيب يغسل حبيبه؟ والله مو سهلة، الله لا يبتليكم. إذا أتصورها مع ابن، مع ابنة، مع عزيز، ما شلون هذا؟ روحه فاطمة، روح علي، وهو يقلبها بين يديه على المغتسل،
ومن شدة حرص فاطمة على مشاعر أمير المؤمنين تقول له: إذا مت فغسلني بثوبي، ما أريدك تشوف أثر السياط، ما تشوف جسمي شلون. تعرفون السياط هي السياط بس استودت المتنين؟ انت تتصور قنفذ عليه لعائن الله ماشي ورا فاطمة ويضربها بالصوت على متنيها، الصوت بس يلوح المتن. والتزم بوصيتها وراح يغسلها ودموعه تتحادر على خديه، بينما هو كذلك وأسماء تصب له الماء، وإذا به رمى الماء من يده وانفتل في أرضه وخرج من الحجرة. تبعته أسماء: أبا الحسن أمير المؤمنين، ما الذي جرى؟ لماذا تركت تغسيل فاطمة؟ ويرفع علي يده ويمسح دموع عيني بكمك: يا أسماء، مرت يدي على جنب فاطمة، ما يعرف النوم جفني من وجهي، شلون يغفى وهو مدروس بدمع؟ آه لو كان الوجع كسر الضليع، حق صاحبها يموت من الألم. مرت يدي على جنب فاطمة، ألمني جنبها، شنو هالجنب المخزوف؟ أنفاس فاطمة كانت تتقطع مع كل جرة. يا أسماء الشاعر، أنا أختصر بالنعي اليوم بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. الشاعر يلتفت إلى أمير المؤمنين: حقك يا أبا الحسن، وهذه فاطمة، حقك أن تترك تغسيلها ثم تعود إليها بعد أن تجري تلك الدموع، لكن اسمح لي يا أمير المؤمنين. ضلع واحد يا علي وهد حيلك، شاف ضلوع حسين شو تسوي؟ سيدي، عشرة من الخيول داست على جسد الحسين، كانت إذا عبرت عليه قلبته على وجهه، فإذا عادت قلبته على ظهره، حتى صار كالثوب الممزق. يا شيعتي قلبي ينمران، وضاقت علي كل الوزيعة، آلامي ما إلها عدد، روحي تون حسرة وجيعة، ومو سهل عندي يا المحب من ينشد الحل بدموع. يقل لي: ماذا يهيجوك إن صبرت لوقعة الطفي الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين حبيبك الحسين على الثرى خيل العدا طحنت، ضلوعا قتلته آل ميت ظابر إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم كن لوليك